وصلنا لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، رح تكون مع المساحة الطبية وبشكل أخص مع عالم الجلدية والأمراض الجلدية ومشاكل البشرة يلي كتير بتكون نتيجة اختلاف وتفاوت درجات الحرارة وانخفاضها نتيجة فقدان الماء وبعض الزيوت. لنحكي أكثر عن هي المشاكل وطرق علاجها. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور علاء الدين المصري، أخصائي أمراض جلدية وتجميل. يسعد صباحك دكتور. صباحكم سعيد لكم للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية أمراض الجلد عديدة ومشاكل الجلد كتيرة وعلاجها طويل الأمد مثل ما بنعرف. خلينا بالبداية دكتور نحكي يعني درجات الحرارة، بانخفاض درجات الحرارة بارتفاع درجات الحرارة أكيد الجلد بيتأثر وأكثر عرضة وأيضا النفسية بتلعب دور. خلينا نحكي عن أبرز المشاكل. لا شك جمالية فصل الشتاء إلى جمالية كتير خاصة، لكن له بعض المساوئ على البشرة إذا نحن تعاملنا بشكل سلبي مع فصل الشتاء. نحن بنعرف أنه نسبة الرطوبة بالهواء كتير بتنخفض في فصل الشتاء، هذا بالتالي رح يخفض من وجود المادة الدهنية على سطح الجلد، بالتالي رح يشعرنا أنه البشرة أصبحت جافة نتيجة حتى انخفاض أنه الإنسان الطبيعي بوجود البرد، فنسبة التعرق عنده كتير بتنخفض، فرح يشعر بوجود هالجفاف، وجود خفة في الطلاء الدهني نتيجة مثل ما حكينا انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء. نعم دكتور، خلينا نحكي بشكل مفصل أكثر عن الأمراض اللي بتصيب البشرة نتيجة تفاوت درجات الحرارة. يعني نحن هلأ مناخيا فتنا بفصل الربيع ولكن الطقس بعده بارد، بيوحي كأنه استعدنا بفصل الشتاء. لا شك أهم ملاحظات نحن بنشوفها عند مرضانا هو جفاف البشرة. البشرة بنلاحظها جافة متوسفة، هالطلاء الدهني اللي احنا كلياتنا بنعرفه وبنعرف فائدته اللي هو حماية البشرة من العوامل الخارجية، بنشعر انه صفى اخف وجود هذا الطلاء الدهني، تعرق حكينا اخف، لذلك بنشوف انه اصبحت البشرة متوسفة محمرة جافة خاصة على الاماكن المعرضة للعوامل الخارجية، على الوجه على اليدين مثلا، عند كبار السن ممكن نشوف على الساقين. كمان بنلاحظ انه جفاف الشفتين خاصة عند الأطفال، وما يسيء بدي نوه على كتير ملاحظة كتير مهمة، انه ممكن في عادات كتير سيئة لما بيشعر المريض انه صار في عنده جفاف شفتين، ممكن يجي في عنده عادة اسمها لعق الشفاة على اساس انه هو عم بيرطبها، للأسف هو عم بيزيدها لسه سوء. إذا حكينا على جفاف البشرة ممكن نلاحظ الأكزيما أنه ممكن تزداد بفصل الشتاء، حكينا أنه ممكن نتيجة خفة أو قلة الرطوبة في الهواء. في كتير أمراض ممكن تزيد، هي موجودة بكل الفصول لكن فصل الشتاء هو بيأثر عليها سلبا للأسف. الصدفية هي موجودة، مرض معروف للجميع اللي هو بيمتاز بوجود هالوسوف على الكوعين، ممكن على المرفقين، ممكن يتعمم هاي الوسوف على كامل الجسم. فصل الشتاء يسيء للصدفية، فصل الشتاء ممكن يسيء مثل ما حكينا لالتهاب الجلد البنيوي أو الأكزيما. فصل الشتاء ممكن نلاحظ فيه تساقط الشعر وتقصف الشعر أكثر من الفصول الأخرى. تمام. يعني مع قدومنا إلى فصل الربيع حاليا واستقبالنا لفصل الصيف، بتكثر الاهتمامات والعنايات بالبشرة، من تنظيف بشرة، من تخلص يمكن من مشاكل الشتاء. خلينا نحكي كيف فينا نحن نستغل فصل الربيع قبل ما تصير الشمس حادة جدا، كيف فينا نحن ننظف بشرتنا بالبيت بشيء موجود بالمطبخ، خضرة فواكه. يعني يمكن أهم شيء يمكن بترطب بشرتنا، بتخلصنا من الدهون، من الشوائب، من الزيوان، من الحبوب، من كل شيء مرقنا فيه بالشتوية. طبعا هون في خطوط عريضة، ما في وصفة لكل المرضى. أكيد. الوصفة بتختلف حسب نوعية البشرة. تماما. حسب نوعية المريض. بوجود البشرة الدهنية، بوجود إذا في ذؤان أو وجود في بثور، هو ممكن نلجأ للمقشرات، نعمل توسيف لطيف للبشرة، نستغل
فصل الشتاء، لكن إذا البشرة جافة هون غلط نعمل مقشرات، هو لابد من الترطيب المستمر للبشرة حفاظا على مرونتها وحفاظا على جماليتها. نعم دكتور، من الأمراض اللي حكيناها من شوي أو الأبرز الأمراض الشائعة اللي بتصيب الجلد هي الجفاف، سواء بفصل الشتاء أو انخفاض درجات الحرارة، أو بعض الأشخاص بضلوا بيعانوا منها يمكن حتى بفصول الدافية. خلينا نحكي عن العلاجات اللي بتكون لهي البشرة، كيف ممكن يتم ترطيبها؟ في أنواع معينة بتناسب بشرات ما بتناسب بشرات تانية؟ دائما نحن بنركز على فكرة أنه هي درهم وقاية خير من قنطار علاج. البشرة الجافة أهم شيء هو الترطيب المستمر عدة مرات للبشرة، خاصة بعد استخدام الماء، تخفيف قدر ما الإمكان فترة الشاور، فترة الحمام ما تتجاوز العشر دقائق. الترطيب المستمر عم بحكي بعد كل تغسيل المي. وفي ملاحظة كثير أنا بحب نوه عليها، لما بيكون البشرة لسه بعد ما نحن نشفنا إيدينا لسه في بقايا ماء موجود على الإيدين أو الجسم، هون المرطب كثير مفيد أنه نطبقه مباشرة، خاصة بعد الاستحمام مثل ما حكينا. إذا المرطبات الأكثر كثافة كل ما كانت كثافتها أكبر، كل ما عطت ليونة للبشرة ورونق أكثر. ممكن نسأل شو هي المرطبات؟ المرطبات هي المعروف الفازلين، الجليسيرين أو لانولين. أنا بنصح بكل المرطبات هاي يفضل يكون خالي من العطور، تعطي نتيجة أفضل. نعم دكتور، خلينا لك نحكي، يعني في كثير من الصبايا بيحبوا يعملوا تنظيف بشرة، بيحبوا يعملوا ماسكات، وأيضا يمكن بيحضروا حالهم لفصل الصيف من سولاريوم وأضرار كثيرة يمكن بتأديها بعض التفاصيل الليزرية والأشعة، إلى يمكن البشرة بتصير كتير يعني جافة، بتصير كتير فيها تشوهات أو حروقات. خلينا نحكي كيفية حمايتها وكيفية يمكن إنقاذ البشرة من التدهور. حكينا أول شيء طبعا شرب الماء بكميات كتير كبيرة، بتناسب الجسم، يعني حسب حاجة الجسم، حسب عمر الإنسان، حسب وزن الإنسان، لأنه كتير نحن في الشتاء ممكن الإنسان ما يشعر بالعطش، وهي شغلة كتير سلبية. اتباع الحميات القاسية اللي هي ممكن تقلل من وجود الفيتامينات بالفواكه والخضروات، هي كمان لازم نحط ببالنا. حكينا استخدام الواقي الشمسي ولو في فصل الشتاء هو مهم كتير كتير. إزالة الوسوف أو البثور، هاي طبعا يفضل زيارة العيادة الجلدية لحتى الطبيب يقرر نوعية الماسكات المفيدة للبشرة. استخدام المركبات الحاوية على حمض الهيرونيك أسيد اللي هي كتير رح تكون مفيدة، كانت بفصل الشتاء أو الربيع أو الصيف. دكتور خلينا نسأل هيك نصيحة، لما نحكي عن غسيل البشرة وترطيبها، ينصح بالمي الدافية ولا الباردة لغسيل الوجه؟ أفضل شيء هي المي الدافية، الابتعاد قدر الإمكان عن المي الساخنة. نحن كتير في عنا عادات سيئة للأسف عند مرضانا أنه في الإفراط في أنه يكون المي سخنة، هاي كتير عم يكون مؤذية للبشرة. لا يكون بارد كتير ولا يكون سخن كتير، المي الدافئ اللي هي اللي رح تكون مفيدة للبشرة. تمام دكتور، كتير منشوف وخاصة عند المراهقين بياخدوا أدوية بتعمل تنشيف كامل للبشرة، يعني بدون ذكر أسماء تجارية، ولكن تركيباتها بتكون تأثيرها كتير عالي، إن كان في الشفايف أو البشرة، بياخدوها لأشهر عديدة. يمكن هي صارت حل للأسف سريع لدى بعض الأطباء، يعني مو كلهم. خلينا نحكي عن مدار استخدام هيك أدوية، قديش البشرة يمكن هي بتتأذى، خاصة أنه مثل هيك أدوية بيقولوا لك ما لازم تجيب أولاد بعد يعني بعد 6 شهور من استخدامها، أو لحتى توقفها بعد 6 شهور تقريبا أو يمكن سنوات، لأنه بتعمل تشوهات. خلينا نحكي عن مدار مثل هيك أدوية، مثل هيك كريمات، مثل هيك حبوب.
سؤال كتير حلو، كتير مفيد انه نحن ننوه عليه. لا شك هاي الأدوية اللي هي الاسم العلمي بتحمله الإزيتروتينين، إزيتروتينين طبعا فيه أسماء تجارية كتير موجودة، ومشتقات فيتامين A الحامضي. طبعا هي عن طريق حبوب، في منها طبعا كريمات. ممكن تعمل كأثار جانبية هو جفاف بالجلد، جفاف بالشفتين، لكن لما بيكون في تحاليل مضبوطة بيد طبيب خبير أكيد ما رح نحن نلاحظ الأثار الجانبية، وما في شيء رح يكون بخوف. بالنسبة للتشوه مثل ما حكيتي مثل ما تفضلتي، طبعا هي بس الست اللي هي بطور الإنجاب، نحن لازم نحتاط أنه يكون في عم تأخذ موانع حمل بهالشيء هذا، وما في داعي لا لسنوات ولا لأي شيء، ممكن شهر بالكثير شهرين بعد إيقاف الدواء فينا طبعا تبرمج موضوع الحمل. دكتور، بنشوف كثير السيدات عندهم البعض منهم هوس بالعنايه بالبشره وبيحبوا دائما يكونوا باحلى طله. خلينا نحكي شوي ومن متابعتك عن بعض الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبوها البعض بالعنايه بالبشره. طبعا انا بيسالونا كثير بعياداتنا شو بنحط على بشرتنا، انا دائما بحكي انه في داعي لشيء ايه لا، ما في داعي، يفضل الواقي الشمسي والمرطب هو افضل شيء. نحن كثير بمجتمعاتنا ممكن نسمع ما يسمى بالتراكيب الجلديه اللي بتنباع هون وهون عن طريق السوشيال ميديا وغيرها، للاسف هي عم تعمل كثير مساوئ، اثار جانبيه كثير، خاصه اللي حاوي على كورتيزون ممكن تعطيكي نتيجه مؤقته بتستمر 20 يوم وبعدين بتظهر الاثار الجانبيه لهيك كريمات. نحن دائما بننوه انه استخدام الواقي الشمسي كثير مهم، الترطيب في حال كانت البشره جافه، الغذاء الجيد، التعرض لاشعه الشمس خارج اوقات الذروه، الفيتامينات المفيده وممارسه الرياضه هي افضل ما يكون مفيد للبشره وللجسم بشكل عام. تماما. دكتور، كثير من الاطباء بيقولوا المتممات الغذائيه او الفيتامينات هي اهم من الخضار من الفواكه او من التغذيه المباشره يلي بناكلها كل يوم بشكل يومي، انت مع اي طرف؟ ويعني قديش مهم اليوم التغذيه الصحيحه لازم تكون، غير انه شرب المي؟ عندنا نحن كثير من الخضار والفواكه هي كثير مهمه لبشرتنا. لا يمكن الاستغناء لا عن الفواكه ولا عن الخضار بوجود الفيتامينات، يعني هذا الشيء بيكمل شيء. لما يكون الانسان صحته ما بيعاني من اي مرض وغذائه متوازن، ما في مانع لو اخذ بعض الفيتامينات في بعض الاشهر منها في الشتاء نتيجه مثل ما عم نحكي وجود الجفاف. اما ما فينا نستغني عن الفيتامينات بالاكل، وما فينا نستغني عن الاكل بالفيتامينات، هذا الشيء بيكمل شيء. متى بناخذ الفيتامينات؟ هي طبعا بنترك هالشيء للطبيب، هو بيقدر حاجه الجسم لهي الفيتامينات. كنا عم نحكي عن الفيتامينات، خلينا نحكي شو اهم الفيتامينات يلي مفيده للبشره؟ لا شك كل الفيتامينات هي مفيده للبشره، منها فيتامين اي كثير مهم، فيتامين دي هو بيتركب بالجلد لكن بوجود اشعه الشمس، فيتامين بي هو مهم، مجموعة من الفيتامينات كتير كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، موجودة بكثرة بالخضار والفواكه، وموجود لابد من التعرض لأشعة الشمس حكينا حتى يتركب فيتامين دي. نعم. يعني دكتور بالختام نشكرك كثير لكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها الدكتور علاء الدين المصري، أخصائي بأمراض الجلدية والتجميل. شكرا لكم.